وللمزيد حول التظاهرات في إيران ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد. مرحبا بك معنا أستاذ محمود، ما قراءتك لاستمرار التظاهرات في إيران لليوم الخامس على التوالي وامتدادها إلى مدن جديدة؟ طبعا نظرا للانزعاج الواسع في كل إيران من سياسات النظام الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقمع والإجرام وكل ما ارتكب خلال 36 عام، تجمع لدى الجميع هذا الحس أنه لا حل بعد الآن غير طرد هذا النظام الواقع. ولهذا شاهدنا خلال 5 أيام الماضية، شاهدنا كيف تطورت الأمور. الوضع ما بالنسبة لنا نحن الذين كنا مشاركين في ثورة 1979، لا يمكن نتوقع أنه يمكن إيران بهذه السرعة موجودة اليوم. نعم، ما حصلت، وهذا دليل على أنه النظام فقد كل ما لديه في داخل إيران. القوم هي مدينتهم المقدسة ومنها يخرج الشرور، مشهد هو مدينتهم المقدسة ومنها يخرج الشرور، لكن هذه المدن هي أول المدن التي خرجت على النظام الإيراني. الأوميات منذ 39 عام وهي حاملة سلاح ضد النظام الإيراني. إذن من وماذا تبقى للنظام حتى يمكن أن يهدئ الأمور؟ نعم. الثورة الماضية والقتل والمجازر بدأت، وأمس قتل كثير سقطوا في مناطق بغوميات، خصوصا في كردستان، في مدينتين من كردستان. فالأمور تسوء أكثر وأكثر للنظام. أستاذ محمود، يعني ما هي توقعاتك حول المظاهرات؟ هل سوف تستمر أم أن النظام سوف يقمعها؟ النظام مستمر بالقمع أستاذي العزيز، النظام مستمر بالقمع، لكن الآن الحراك بدأ يكثر أكثر منظما وينتقل من المظاهرات الجماهيرية في الشوارع إلى تحصن وتوقف للعمل. اليوم العمال في إيران أصدروا بيان أنهم أوقفوا العمل. المدرسين والمعلمين من أمس أصدروا بيان أنهم جميعا مع الثورة في كل المدن ويوقفون العمل إذا حصل هذا، وحصلت توقف العمل في الأحواز للغاز والنفط والبوانة اللي كلها على الساحل الإيراني الأحوازي. فبالتأكيد هذا الوضع استمراريته تصبح بالنسبة للشعب، بالنسبة للنظام، مستحيلة، لأنه لا يمكن أن يستمر بهذا الوضع الاقتصادي المزري وتوقف العمال وتوقف المصادر، مصادر التمويل التي يوزعها شمالا ويمينا. نعم. على الإرهابيين في المناطق العربية مثل سوريا والعراق ولبنان والمناطق الأخرى. أستاذ محمود، يعني سقوط عدد من القتلى والجرحى خلال هذه التظاهرات، هل برأيك سوف يزيد من عزيمة المتظاهرين أم أنه سوف يكون عامل لتخويف المتظاهرين؟ سبب أنه إلى الآن النظام لم يواجه الشعوب بشكل مباشر وبالقتل، هو خوفا من أنه هؤلاء الشهداء سيسببون أكثر إحراجا للنظام وسيدفعون الشارع أكثر للمواجهة، وهذا سيحصل. وهذه التجربة نحن نعرف في إيران، هناك يوم سابع موجود للمتوفي خصوصا للمقتول، وهناك الأربعينية للمقتول، ومثل ما تعرفون كلنا في المنطقة تقريبا ثقافاتنا متشابهة، فهذا يعني أنه الميت يموت عدة مرات للنظام ويحرك الشارع عدة مرات. نعم، كيف تقيم ردة فعل المجتمع الدولي من التظاهرات في إيران؟ الواقع ردة المجتمع الدولي لا يمكن إشارة لها، غير ترامب تكلم كلام مثل ما دائما كان يتكلم عن محاسبة إيران ومحاسبة إرهابي إيران ومحاسبة الديكتاتورية في إيران، ولم يفعل شيئا، والآن أيضا تكلم ولم يفعل شيئا حتى الآن. الاتحاد الأوروبي بالتأكيد مصالح اقتصادية لديهم وعقود لديهم مع إيران،
ولا يريدون الدخول في مواجهة مع إيران، لكن بدوا يتحركون في من زاوية حقوق الإنسان وغير ذلك. هذا لا يكفي، النظام يريد ردع قوي حتى يوقف الدماء التي تسيل يوميا في إيران. المجتمع العربي تعرف حضرتك والقيادات العربية دائما ها ناظرة، فقط ناظرة ولم تفعل شيئا. نعم، الأستاذ محمود أحمد المتخصص في الشأن الإيراني كان معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.